هلو هلو، أنا فاتنة الدويري وإنتو عم تسمعوا لحلقة جديدة من بودكاست حب النفس الغير مشروط للموسم الثالث. وبهذا الموسم أنا أحكي فيها عن مشاكلكم قصصكم مواضيعكم فقط لا غير، وأنا طبعا أحكي رأيي فيها مو أكتر. وخلينا ناخد على السريع أول مشكلة صبية بتحكي فيها. مرحبا كوتش، أنا محتاجة منك استشارة بموضوع بخص علاقتي مع حبيبي، وأنا كتير تعبانة منه للموضوع، وعقلي كتير مشوش ومشتت ومش عارف كيف أتصرف وأخذ القرار الصح، يا ريت تساعديني. الموضوع هو إنه أنا صار لي بحب شخص 4 سنين وأنا أكبر منه بسنة، وهو لسه بيدرس، وبهاي 4 سنين كنا كتير مناح مع بعض وعلاقتنا بتجنن وكتير مبسوطين. وفجأة هيك حبيبي تغير معي، بطل في اهتمام، بطل يحكيني مثل قبل. حكيت بالموضوع صار يحكي لي انه ما بده يعلقني فيه لانه ما بيعرف امتى هيخلص دراسة، وانه احنا صلنا سنة ونص كل واحد فينا ببلد، انه احنا عاداتنا وتقاليدنا غير بعض، فهو خايف انه يظلمني معه. فانا ما حكيت له شي، خليته على راحته عشان بعرف انه بيمر بضغوط كتير بالجامعة. بعد تقريبا اسبوعين اكتشفت انه عنده اكاونت على تيك توك وبيحكي مع بنت معه بالجامعة، صار له بس شهرين بيحكيها، لقيت حكي حب بينهم. واجهته بالحكي اللي شفته، صار يحكي لي انا ما بحبها، بحبك انتي، بس انا عم بعمل هيك عشان ابطل اتعلق فيكي. انا اخذت قرار انه نترك لانه حسيت بالخيانة. صار يحكي لي انه ما بده يخسرني وانه اضل معه بس اخلي شوي على راحته. اوكي انه اخليه شوي على راحته، تمام. صار لنا اسبوعين تركيين وانا كتير تعبانة، واوقات بفكر انه نرجع، واوقات بقول لا، ليه ارجع لواحد خانني وهو يلي بلش بهذا الشيء، بلش يبعد عني وراح تعرف على بنت غيري. مش عارفة كيف اتصرف، يا ريت تساعديني لو سمحتي. تمام، هلا عشان احطكم بصورة اكتر، العلاقات عن بعد اللي هي كل حدا ببلد هي شوي صعبة، بدها كتير شغل من الطرفين، والطرفين يلتزموا مع بعض لانه كل حدا بمكان وكل حدا ما بيعرف ايش التاني عم بيعمل، فهاي بدها موضوع تاني. بس انا ما بعرف ايش اللي خلاكي تستني 4 سنين على شخص، ما بعرف شو هو الشيء اللي ببالك، يعني شو القصة اللي عم تحكيها بينك وبين حالك ومقتنع فيها بدون اي التزام معك خلال 4 سنين. حكيتي علاقتنا بتجنن وكتير مبسوطين، لا تدل، هدول الكلمتين لا يدلوا على شيء اذا ما في التزام، ما في شيء فعلي عم يعطيك اياه، ومن خلال كلامك ما في اي ساين انه هو بده شيء حقيقي معك. يعني انت ما ذكرتي بالقصه كلياتها انه هو فعلا شريك، انه هو فعلا بده اياكي، بس واضح من 4 سنين انه ما كان في شيء حقيقي. بعدين حكالك ما بيعرف متى رح يخلص الدراسه، عاداتنا وتقاليدنا مختلفه، هذا اللي حكالك اياه. طيب يعني منطقيا معقول ما بيعرف متى الشخص بيخلص دراسة؟ معقول بعد 4 سنين اكتشف هلأ انكم مختلفين؟ وجملة ما بده يعلقني خايف يظلمني، الترجمة الفعلية لهاي الجملة واللي بحاول يخبرك ياها انه هو ما بده العلاقة، بس احنا كتير منا ما بيسمع مثل هيك جمل، بتجاهلها، بطنشها، انا ما بعرف الشيء اللي عم بتمر فيه خليكم تتجاهلوا مثل هيك جمل. لما شخص يحكي لنا خايف أظلمك، خايف أجرحك، خايف أنا ما بدي علاقة، مو جاهز لعلاقة، في شغلات لسه بشتغل عليها، هاي ساين حقيقية، وصدقوهم لما يحكوا لكم إياها إنه هم فعلا ما بدهم هاي العلاقة. تمام، نرجع للموضوع. العذر اللي عم تقنعي فيه حالك إنه بيمر بضغوط كتير بالجامعة، شفتيه هو فعلا مضغوط ولا هو شيء برضه حكالك يا وعم بتهوني نفسك فيه؟ هدول الكلمتين ساين واضحة انه هو عم بيبعد وبده يبعد، انه هو عنده وقت لغيرك بس مو إلك، وبضمن لك هاي البنت مو لحالها خلال 4 سنين اللي حكى معها. يعني هرجع احكي انه انتو كل حدا ببلد وهاي علاقة عن بعد، لكم سنة ونص عن بعد، احنا ما بنعرف الشخص هاد ايش عم بيعمل هناك لحاله. يعني هدول 24 ساعة خلال اليوم، معقول احنا بنعرف ايش عم بيعمل كل ساعة؟ ولا يمكن. في جملة ما بحبها، بحبك انتي، واضح انها لعب بالنسبة لإله، سواء لإلك او لإلها، يعني هو معك بس عم بيبني علاقة تانية مع حد تاني. شاب بده البنت ويمكن يخليها تستنى 4 سنوات، هاد اول شيء.
الشبه بيعرف من 3 أشهر إلى 6 أشهر ماكسيمم إذا أنت ذا ون أو لا. مو 4 سنين هيكون خايف لتروحي لغيره، بس واضح إنه ما كان خايف وكان عارف إنه أنت هتستني لو شو ما حكالك. واضح إنه خلال ال4 سنين كان عم يحكي لك شغلات أنت عم بتصدقيها عشان تضلي بهيك علاقة لأكبر وقت ممكن. وهلأ هو drop you like a bad habit. ما بحب أحكي هذا الكلام بس لازم أكسر الكودز عشان تفهموا شو عم بصير. وتاني شي، الشاب اللي بيكون into you ما هيكون في خيانة من ناحيته لدرجة هو ما حدا تاني ولسه عم بعطيك شغلات تصدقيها. يعني عارف هذا الشخص انك انتي سهل تقتنعي. الموضوع كتير مزعج وغير ناضج بتاتا انه هو كمان عم بيخليك معلقة اكتر من هيك. هاي العاب ما تدخلي بهاي المتاهة. بالاخير القرار اللي اخدتيه هو الصح، هو الشيء الحقيقي الوحيد بهاي العلاقة. الموضوع صعب واتخاذ هيك قرار والالتزام فيه صعب، بعرف هذا الشيء لأنهم هدول 4 سنين مو مسحة، بس لازم تاخذ هاي الخطوة لأنه القصة انتهت وما في شيء تكملي عشانه. اعرف قيمة حالك أكتر، مين أنتي واللي بدك إياه كشخص. تمام، هاي كانت أول قصة معنا أو أول مشكلة. رح أحكي برضو دايركت أدخل على المشكلة الثانية. تمام، مرحبا، بدي أسألك عن إشي وهو تعلق وإصرار شخص علي رغم أني حكيت له ما بدي إياه. هو بيحكي أنه مش قادر يبعد أو يفكر بشخص غيري، ووضحت له أني رافض فكرة الحب وتركته. رد رجع بعت لي أنه مش قادر يشوف حدا غيري ومش قادر يحط حد بباله إلا أنا. وأنا حكيت له نرجع بس لأنه بدي أوضح له أنه إحنا ما بننفع نكون لبعض عشان يقتنع في هذا الإشي ويبعد لوحده. هل أنا عملت صح ولا راح يزيد تعلقه فيه؟ وهو شخص بتعامل بمشاعره جدا وكتوم، وأنا ما بشوف فيه شخص اللي راح أكمل حياتي معه، بس أنا بدي أقنعه هو يبعد من عنده. فكيف بيكون الحل؟ وهل أنا عملت صح ولا راح أخليه يتعلق فيه وأنا ما بدي هذا الإشي يصير؟ أوكي، رأيي بالموضوع، تعلق وإصرار شخص علينا إحنا ما بنتحمل مسؤوليته، خصوصا إذا إحنا ما بدنا إياه. الموضوع أكيد مو بالإجبار ولا بنتحمل مسؤولية مشاعر الغير إذا هو رح يتضايق من القرار أو الشيء اللي بدنا نعمله بحياتنا. لأنه واحد، هاي حياتك اللي أنت بتعرف إيش المناسب لإلك. تنين، هو مو عارف يتعامل مع مشاعره ناحية القرار، يعني مخلي مشاعره هي اللي تتحكم فيه مو العكس. باي ذا واي، هاي ساين واضحة إنه هذا الشخص عم بيلحق شعور، ما عم بيفكر بشكل منطقي إنه هاي البنت ما بدها ياني، فأنا ليه أضل بحياتها، ليه أضل بحياة شخص هو مش مفكر فيه زي ما أنا مفكر فيه، أو هو ما بدي ياني زي ما أنا بدي إياه. فلو هذا الشخص بيفكر بمنطق وبوعي وبنضوج، لا، هيتركك بحال سبيلك من أول كلمة حكيت له فيها لا. ممكن هلأ تفكروا طيب ليه الأنانية؟ تعطيه فرصة حرام، ممكن يكون مناسب لإلها. ممكن حدا فيكم يخطر عباله هيك سؤال. اللي بدي أحكيه إنه هذا شيء مو أنانية، هو هيكون أنانية فقط ناحية نفسها إذا قبلت بشيء على حساب نفسها ومشاعرها، لأنها خايفة على مشاعر شخص تاني. أنا ما بحكي يكونوا قاسيين قلب، بس هاي المواضيع ما فيها يكون موضوع نص نص أو تعطي فرصة بس لتجرب، لأنه ما بتعرف الطرف التاني كيف يفكر. وما بنفع نعطي أمل لشخص بس عشان إحنا بدنا نجرب نعطي فرصة تانية أو خايفين على شعوره. إذا عارفين من الأول هذا الشخص مو مناسب، خليه يروح بحال سبيله وهيلاقي الشخص المناسب لإله. ما تعلقوهم أو تأملوهم عشي منتهي. نرجع للقصة. لما بدنا شيء نحكيه بكل وضوح إنه هذا الشيء اللي إحنا بدنا إياه ونلتزم فيه، وهذا الشيء اللي أنت عملتيه بس ما التزمتي فيه. يعني أنت صح سكرتي الباب بس خليتي نفس القفل من خلال أقنعه هو يبعد من عنده بهاي الجملة. معناها أنت اللي عم تعطي شخص تاني حدد الشيء اللي أنت بدك إياه، وبرضه مو مسؤوليتك تقنعي حدا. عشان هيك بيرجع، أنت كتبتي إنه حكيت له نرجع بس لأني بدي أوضح له إنه إحنا ما بننفع نكون لبعض، نهاية الجملة. هاي الجملة تعني إنك ما بدك تواجه الشخص بالشيء اللي بدك إياه.
حتى ما تحسي بتأنيب الضمير لبعدين. غير هيك واحدة من احتياجاتك عم بتهمشي فيها مثل كأنها مو مهمة. عندك صعوبة انك تحكي كلمة لا، خايفة هذا الشخص يكون عنك فكرة انك أنانية او لئيمة، شغلات كتير. يعني انا ما بعرف شو الخوف اللي جواتك او التجارب اللي عندك او الشي اللي مريتي فيها بالماضي بتخليكي ما توقفي عشان نفسك بالشكل الكافي وتضلك ملتزمة بكلمة لا. انت بتخلي الاشخاص يرجعوا لحياتك بس عشان يحددوا انت ايش بدك، وهذا ما بيزبط. باي ذا واي هذا الشيء بيخليك تأذي شخصين، انت والشاب. اذا هذا الشيء اللي انت بدك اياه اعمليه فعلا، سكري الباب وغيري القفل. يعني مش بس تسكري الباب، لا غيري القفل. ما نضل نعيش الاشخاص على امل انه ممكن يصير شيء بيننا. بدك تحطي حدود بينك وبين الاشخاص، بدك تعطي اولويه لنفسك وهذا مهم، حتى ما تضلي تتعاملي مع اشخاص على حساب نفسك. الشيء اللي عملتيه صح او غلط، انا مو شخص كامل لغلطك او احدد انت ايش. انا مثلي مثلك، بس انا فسرت الموضوع حتى تعرفي اكثر شو تعملي. باي ذا واي اذا هذا الشخص لساته بحياتك وانت عم تحاولي تقنعيه انه انت مش الشخص المناسب لإله، انت هيك عم تجرحيه مع مرور الوقت. يعني كل ما مر وقت اكبر انت هون عم تعطي شخص امل اكثر وتعلقيه فيكي اكثر على اساس انه انت مفكره هيك انت عم تقنعي فيك. هذا الشيء غلط. تمام، هلا نهايه اخر البودكاست معنا اخر مشكله اللي هي هلا هي المشكله اعتقد هنا باللهجه العراقيه بس انا احكيها بلهجتي. من بعد علاقه دامت سنتين ونص اكتشفت الشخص اللي كنت مرتبطة فيه إنه توكسيك ونرجسي، واكتشفت هو خاين وما كان يحبني أصلاً. بس رغم أفعاله المنيحة إلي، بس يسمع إنه أنا مريت بظرف معين ما بيأثر، دائماً بيكون جنبي. وآخر مرة حاول إنه يكون جنبي أنا صراحة عصبت وحكيت حكي قاسي، وكأنه كل الكلام كان موجود جواتي وحكيته لإله. ورا أسبوعين رحت أعتذر منه، بس برضو عصبت وقلت له أنت تستاهل كل كلمة حكيتها، وهسا أنا بحس بتأنيب الضمير وبدي أرجع أعتذر منه، بس بحس أنه راح أندم وهو فعلا ما بيستاهل حتى الاعتذار، وأنا بدي أبدأ خطوة جديدة وما في بقلبي شيء، وحتى مقرر أسامحه حتى ما أبقى بهاي الدوامة. شو الحل بهاي الحالة؟ قبل ما أدخل بالقصة، بس كلمة عصبية هون معناها انه هي طبقة عم بتغطي ألم جواتك من الوصف اللي انت حكيتي لي اياه. والموضوع كالآتي، اذا وصل معنا الموضوع انه احنا عم بنأذي شخص بكلامنا وعم نجرحه بغض النظر هو شو عمل فينا، وهذا الشخص عم بيخلينا نمر بحالة انه احنا بنكون فيها مو مرتاحين، نعتبر انه الاحترام فقد من هاي العلاقة، لانه العلاقة المفروض تنبنى على احترام وثقة، وهدول الشغلتين جدا مفقودين أنا ما شفتهم بالمشكلة أو من خلال كلامك. برضو الأمان والسلام الداخلي ناحية العلاقة وأنفسنا كمان هنفقدهم. أنت بدك تبدي خطوة جديدة بشو بالضبط؟ ناحية العلاقة يعني؟ إذا قصدك أنه عن العلاقة، فعزيزتي أنت هون عم تهرب من الواقع وما بدك تعيشي الألم اللي رح يجي بعد ما تنتهي العلاقة، فأنت بتحكي لحالك بدل ما فعلا أدخل بالدوامة هاي أشوف شو فيها، أنت عم تهربي منها، عم تحكي أعذار لنفسك إنه بدي أسامحه، بدي أبدأ خطوة جديدة. هاي أعذار. أنا ما بحكي إنه أنتوا ما تسامحوا الأشخاص، بس أنتوا عم بتزيدوا الغلط على غلط، أنتوا بتغطوا الغلط بغلط. بهذا الغلط أنت عم بتخبي حجم الألم اللي جواتك، وردة الفعل بتكون بالتجريح والعصبية. طيب لو نفرض انه انت بدك تسامحيه وبدك تبدي خطوة جديدة، هل الشخص اللي معك على نفس الخط؟ يعني هل هو بده يصلح كمان هاي العلاقة، ولا بس لحالك بدك تصلح العلاقة؟ اذا في رجعة الموضوع كتير بده شغل، كتير مو شوي، مو مثل ما انت متخيلتي. اذا توكسيك ونرجسي هو ما بحبك اساسا وفي خيانة، الرجعة تانية التنازلات عن قيمتك انت كشخص. يعني أنا لما ألتقي بشخص وألاقي فيه كل هاي الشغلات وبالأخير هو ما بحبني، يعني هو ما بدي ياني، أنا ليه بدي أرجع أصلح العلاقة؟ أنا ليه بدي أرجع أخذ خطوة جديدة ناحيتها؟
طب ما هي منتهية. نحسب الموضوع منيح قبل ما نعمل شيء وما نخلي مشاعرنا هي اللي تمشينا. هاي كانت آخر مشكلة وآخر البودكاست. أتمنى أنكم استفدتوا من حلقة اليوم، وديروا بالكم على حالكم. إن شاء الله هتسمعوا صوتي الأسبوع القادم، الجمعة القادمة، وباي باي.